السلام عليكم ورحمة الله. هوري لك دلوقتي تاني عربية تيجو 7 يظهر فيها الصدى، بس المرة دي الصدى ظهر خلال سنة واحدة بس. العربية موديل 22 والصدى ظهر فيها 23. نشوف الأول الصدى علشان يكون كلامي بدليل، وبعد كده أكمل لك المصيبة. دي العربية التانية اللي فيها الصدى. خلينا نشوف عداد الكيلومتر بتاعها، هنلاقيها عاملة 33,000 كيلو، وعمرها وقت تصوير الفيديو تقريبا سنة ونص. افتح يا باشا. نتمشى بقى ونروح للمكان اللي فيه الصدى، وهقرب لك علشان تشوف. بص ورا المفصلة، شايف الصدى اللي عند الشفة المتنية؟ في واحد ممكن يقول لك يا عم دي شويه اتساخات عايزه تتنضف. جبت قماشه مبلوله ميه ومسحت بيها المنطقه كويس جدا من اي اتساخات، ونضفت اي حاجه موجوده. تعال نروح للناحيه التانيه اللي فيها الصدى اوضح. وبرضه علشان اقطع شك بيقين، جبت القماشة المبلولة ونضفت بيها المكان كويس، ونشوف تاني عن قرب. مبدئيا دي مش عربيتي، دي عربية اخ فاضل. هي لو عربيتي انا كنت جبت مفك عادة غرسته في الشفة اللي انت شايفها دي وفسختها، علشان اوري لك الصدى وهو ناطر من جوه لبرة. لكن هي عربية بتاعت الراجل، ما ينفعش اعمل فيها كده. انا عربيتي مش فارقة معايا ومش في الدماغ، وعملها حقل تجارب. ده بس ردا على بعض الاخوة الافاضل يقولوا لك لا اصل ده فيلم، لا اصل ده نانو، اصل ده مش عارف ايه. يا جماعة الخير اتقوا الله، ادي مكان اهو ولا بيشوف مية مطرة ولا بيشوف مية غسيل، والصدى ناطر من جوه لبره. الموضوع ملوش علاقة ولا بفيلم ولا بنانو ولا اي حاجة من الكلام ده. طيب تخلص مشاكل التيجو 7 معايا على كده؟ لا، انا بعد ما شفت المشكلة اللي عند الراجل والمشكلة اللي كانت قبل منها اللي كانت عندي، علشان الناس اللي كانت متابعة معايا وريت لهم المشكلة ان هي بارومة ظهرت عندي في الشفة بتاعت الشنطة ورا الازاز او تحت الازاز وفوق جنب الهوائي، بعد ما شفت المشكلة دي عندي والمشكلة دي عند الراجل، قلت بس انا فضيلك السنة دي بقى. المهم رحت جاي رافع العربية من تحت في المغسلة وغسلها غسلة محترمة، ولما غسلتها اكتشفت صدى في مكان تالت، بس الصدى المرة دي بقى في مكان قاتل قاتل بمعنى الكلمة، وهوريهولك وهتشوفه بعينك، مش في عربية واحدة، في أكتر من عربية. تخلص مشاكل التيجو 7 معايا على كده؟ يا ريت. رحت جاي مفضي محتويات الشنطة، ورحت جاي مقشر عزل الفابريكا اللي بيكون جاي واخد دوران في أراضية الشنطة ده. وبعد ما قشرتهم بدأت أفحص الشنطة، فاكتشفت عيبين، عيب رخم وغريب وأول مرة أشوفه، وعيب مستفز، يعني بجد عيب مستفز، وهوريهم لك عملي هتشوفهم بعينك في الفيديو الجاي. وأعتقد يعني إن سنة 23 دي كلها هتكون مغامراتي مع التيجو 7. العيوب اللي هلاقيها هصورها وهطلعها لكم، بس أهم حاجة تكون كل حاجة بدليل، مفيش حاجة كده هطلع أقول كلام في الهواء. طيب هل معنى كده إن أنا بحرض الناس وبقول لهم محدش يشتري التيجو 7؟ إطلاقا والله. والله انت واحد من الناس، التيجو 7 عجباك اتوكل على الله واشتريها، مش عجباك خلاص براحتك، فلوسك وانت حر فيها، محدش قالك اعمل كذا وما تعملش كذا، قرارك من دماغك. لكن اختصارا يعني اختصارا، لو انت واحد من ملاك التيجو 7 او ناوي تشتري التيجو 7، انا عايزك تمسك في اي حاجه، تمسك في اي حاجه وتثبت جامد. ليه بقى؟ علشان احنا يا عزيزي الفتره الجايه كلنا هنركب الزحاليق كلنا. بس اشوفكم على خير باذن الله الفيديو الجاي.